يسميها عشاقها الساحرة المستديرة، ويراها آخرون أفيون الشعوب الجديد. كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم تحولت من رياضة وهواية إلى صناعة وتجارة وفرحة وإبهار، بل وتدخلت مع عوالم السياسة لتتجاوز أمم محنها أو تتناساها بمجرد انتصار على ملعب معشب. وحدها كرة القدم تجعل الفقراء يتناسون الضرائب والديمقراطية وأزمات التعليم والصحة، ويشعرون بسعادة هدف أحرزه فريقهم أو منتخبهم حتى وإن ضاعت أهدافهم في الحياة في زحمة السير أو التجاذبات. تحول أيضاً عشق النادي أو الفريق إلى قضية انتماء وهوية، ليولد التعصب ويتغذى من المنافسة الرياضية ويهدد كيانات الشعوب بل وحتى الدول، ويصبح النادي قبل الرياضة نفسها وأهم من الإنسان في حد ذاته. الأرجنتين خسرت حرب فوكلاند ضد بريطانيا، لكن قدم الساحر مارادونا أعادت لهم الاعتبار. هذا كله رغم إصرار الفيفا وقوانينها على تحييد الرياضة عن السياسة وعن الدين وعن الاعتبارات الإثنية والعرقية، لكن صفيرة البداية في المباراة تلغي كل النظريات والقوانين ولا تعلو سوى سلطة الأهداف. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، انتريت شو عادي احنا في المباشر. نرحب بضيفين عزيزين في الحقيقه، محمد علي بن جمعه الفنان باش ناخذوه من بعد في السينما، اما عنده ما يقول في كره القدم، وانا نعرف انك مهتم بكره القدم حتى كوسيله ادماج اجتماعي. اهلا وسهلا بك محمد. اهلا وسهلا، مساء النور، انا نسك بهم سي محمد جويلي. موضوع كبير سي محمد جويلي، الاستاذ الجامعي الباحث في علم الاجتماع، حسب تقدير المتواضع من اهم ما كتب عن كرة القدم وفي كرة القدم في مقالات سيارة بجريدة المغرب، ماهيش دعاية سي بون كوز، تنجيو المقالات فيما بعد، اما بدات او وددت ان اتلمس معك الظاهرة. كرة القدم ما عادش حاجة نتاع اسبوع، هي شأن يومي اليوم، كيف ولماذا؟ فشأن يومي لانها بكل بساطة إذا لم تكن كرة القدم هي المجتمع، فإن المجتمع موجود في كرة القدم. بمعنى أن كرة القدم قوتها في أنها تختزل الوجود البشري أكثر من هذا، أو هي استعارة للوجود البشري أكثر من هذا، أنه أكثر لعبة ديمقراطية هي كرة القدم. ديمقراطية. صح، فيها برشا تشنج محمد وتحشيد وحشد، وين ديمقراطية؟ أولا لأنها كرة القدم الحديثة ظهرت متزامنة مع المجتمعات الصناعية ومع المجتمعات الحديثة ومع المجتمعات الديمقراطية. المثل التي تبنى عليها أو بنيت عليها لعبة كرة القدم هي المثل الديمقراطية بامتياز، الواقع شيء آخر. هذه حقائق أول مرة تقال ربما. المثل اللي هي التالية، مثل الجدارة، المنافسة، المساواة، العدالة، القبول بالهزيمة، القبول بالهزيمة، الانتخابات، الانتصار، بالهزيمة، الانتصار، المنافسة، الفرد من أجل الجماعة، الجماعة من أجل الفرد، هذه كلها مثل، هي في الأصل هي المثل الديمقراطية. نعم، لكن فرجة زادة أي الاسبكتاكل، ثم موضوعك تنحكي عليه. ثم نضيف هذاك مسألة ثانية، ما أحكيك عن اللعبة، على قوانين اللعبة اللي هي مثل الديمقراطية بامتياز. الواقع شيء آخر، يضاف إليها قوة التلفزة، يضاف إليها الفرجة، يضاف إليها الاسبكتاكل، عالم الفرجة، عالم الشو، يضاف عليها الفلوس، يضاف عليها الاقتصاد، يضاف عليها السياسة. يعني عندما أقول أن لعبة كرة القدم تختزل الوجود البشري، بمعنى أن هي في لعبة كرة القدم كل عناصر الوجود البشري موجودة. نعم. الحزن، الفرح، الغضب، السرقة، لكن قلت الخوف. قلت أستاذ محمد في مقال من مقالاتك اللي أنا قريتها الكل وسررت جدا بها، في الحقيقة الكرة، كرة القدم مصنع للهويات، ثم هي مصنع للهوية وللموارد الجهوية والوطنية والإثنية والفردية، هي هي مصنع فعلا. هذا الوجه الآخر للمعارضة، هي مصنع، يعني هي الكلمة اللي بديت بها مكي، أنه كرة القدم تختزل الوجود البشري، هو استعارة للوجود البشري، يعني كل ما يمكن أن يوجد في الوجود البشري بسلبي هو إيجابي، كل ما تختزله البشرية ووجودها البشرية يوجد في لعبة كرة القدم، هذه قوتها. حتى الدين طبعا، الدين هو والمقدس هو عنصر أساسي من عناصر كرة القدم، هو عنصر أساسي من عناصر الوجود البشري، وهو أيضا عنصر أساسي من اللعبة. لا يمكن أن تجد لعبة كرة القدم بدون طقوس دينية.
في الكامب نو، وقلت هذا في بعض المقالات في مقال اعتبره انه مهم في اعتقادي. نعم. عنوانه هل يحب الله كرة القدم؟ هذا سؤال مخليه لك لاخر الحلقة. هل يحب الله كرة القدم؟ ما تجاوبنيش تو، تحرق لي الفيلم محمد. محمد نبداو مع ضيف. نكمل لك الفكرة. فضل. على الكامب نو اللي هو ملعب شهير بتاع برشلونة في الممر ما بين حجرة الملابس والمستطيل الأخضر، هناك كنيسة صغيرة على اليمين، أنا اللي نزرت هذا وشفته، كنيسة صغيرة على اليمين، فكل محتويات الكنيسة، أي كنيسة أي كنس مسيحي، وبين توصيات المدرب في حجرات الملابس والمنطقة الفاصلة، واللي هي منطقة ليس فقط منطقة جغرافية ولكن هي منطقة نفسية، منطقة مشاعر كبيرة، منطقة حاسمة قبل المستطيل الأخضر، لابد أن تمر، لك الإمكانية أن تمر بكنس صغير تتعبد فيه، تطلب فيه الله إلى غير ذلك. هذا نجده في إسبانيا لأنه علاقة إسبانيا، لا تجده في فرنسا العلمانية، ولكن تجده في إحدى ملاعب إسبانيا لأنه علاقة بأمريكا لاتين، يعني لا قصة أخرى. لكن هذا ما يبين أنه فعلا كرة القدم هي استعارة للوجود البشري، كل عناصر الوجود البشري متجمعة تجدها في لعبة كرة القدم. سنعود لك بهذه الإضاءات المهمة محمد علي. تحكي في الفن لكن تحكي في الكرة أيضا، والكرة فن، الاسبكتاكل، المشهد. أي. محمد علي حدثني عن كرة القدم من الزاوية المشهدية. توا عطاني تصويرة خراج اللي كانهم الكورجية داخلين، كانهم داخلين للجم، كانهم دي جلادياتور. إذا باش تقطع الكنيسة معناها ينجم ما يروحش. فالتصويرة هذه اللي جاتني لبالي توا. سينو إذا باش نحكي على 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 المستطيل الأخضر اللي هو ركح، فيه ضوء، فيه جمهور، فيه اكسيتاسيون، فيه فرجه، واللاعبين كانوا مراقصين، كانوا ممثلين، كانوا دي جلادياتور. فما ربح خساره، ثم زاد التشنج، ثم سبكتاكل حتى في البدن. تو الكوره في الخمسينات مش كما تو، حتى الطب تطور، كيفاش يداويو الجروح نتاعهم تطور، كل شيء تطور. لكن قلت حاجه باهيه ماكي اللي هو ولات فلوس. ثم مانيبولاسيون كبيره كبيره كبيره، ما نقولوش مافيوزيه، لكن ثم مافيوزيه يعني في بعض الاحيان يعني ثم مانيبولاسيون تخلي اللي الكره تصير عليها تعديلات مش رياضيه. واضح. حبيب كرة القدم والفن، العلاقات التاريخية، حتى في بلاد السامبا في البرازيل عندهم طقوس، ثم فيلم سينمائي أكيد تعرفوا قصة بيلي، فيلم بديع من أجمل المشاهد عن قصة كرة القدم وجانب الهووي أو الهوية الوطنية. مسح أحذية بيلي كان بالضبط، بدأ مسح أحذية في حي متواضع جدا في البرازيل. حبيب، وإحنا قبل الماتش غدوة، شنو تنجم تقول في كرة القدم؟ سأسأل السوسيولوجي سؤال الفلسفي. تفضل. طبعا انت قلت اللحظة الديمقراطية، يعني تقريبا المثل الديمقراطية جسدت في كرة القدم، وتجسد ايضا تطور الرأسمالية نفسها، يعني يعني عملية سستمة الجسد واستثمار الجسد، ثم لحظة الديمقراطية في بعدها التعبوي الذي يؤسس لتغييب الوعي نفسه، يعني عملية التعب الجماهيرية اللي تخلي جمهور، نعم، جمهور يصرخ من أجل، وهي مجال أيضا حبيب بيقولوا مجال للتنفيس وتعويض الأحزاب. أثناء مع بن علي في وقت ما حزب الكرة كان مسموح بالضبط، ثم المركز، التوجه إلى المركز، كل اللعبة تتم في المركز في التران، بمعنى أن الجميع متفرج في آخر الأمر. نعم. وهذه ديمقراطيتنا الغربية. حبيب. اليوم شوف شنو الحداثة، أي الحداثة والديمقراطية تبنيت على ديانة أساسية هي ديانة العقل، لا ريزو، ولكن تبين لأنه حتى الحداثة فيها مسارات والديمقراطية فيها مسارات. نعم. كان انتصار الحداثة في القرن التاسع عشر في القرن العشرين كان انتصار للعقل والعقلانية، ولكن تبين أنه حتى الديمقراطيات الغربية راجعت موقفها في هذا المجال، بما ذلك كل الديمقراطيات، وأعطت قيمة الآن حتى في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أعطت قيمة للمشاعر، للعواطف، لزيموسيون، واعتبرت أنه لزيموسيون هما أيضا مفاتيح تحليل ومفاتيح موجودة في الديمقراطية. ولذلك نقرأ صحيح اللعبة، لعبة كرة القدم فيها المثل الديمقراطية كريم، معناها قوانين وكانونيزاسيون دو لا فيولونس، بمعنى لانه وقت اللي جات كره القدم في اعاده جدول للعنف، اعاده جدول للعنف، تمرين فعلا. الناس على احترام القواعد، احترام تعويد الناس على احترام القواعد، وتعويد الناس على احترام القواعد المضبوطه هي مساله ديمقراطيه بالاساس. ولكن تبين انه احترام القواعد لا يكفي، لانه هذا العقل،
لكن العقل لا يكفي في الحداثة الآن لزيموسيون. ثم الآن ثم يعني توجه كامل نحو اعتبار لزيموسيون والعواطف والمشاعر جزء أولا من الحداثة، جزء من اللعبة الديمقراطية، وجزء أيضا من فهم مفاتيح المجتمعات عندما تتطور. محمد، هذه توطئة للتهدية قبل مقابلة الغد إذا جاز الوصف. حبيت نحط مشاهدينا في جو مقابلة الغد، ونذكر أنه غدا بتكون بتوقيت تونس خاص بكرة القدم والمقابلة الموعد. أنا لأول مرة في حياتي سأتحدث كرة قدم، إن شاء الله أوفق في ذلك، سأحاول على كل. محمد، أنا أحب أن أدمج الفن بالرياضة والرياضة بالفن. ستبقى معنا أيضا جي سي سي موضوع يعني. لا ممكن نضيف حاجة؟ تفضل. أي. اللي خلى حكيت على التهدئة. أي. اللي وتر الأوضاع في آخر مباراة هو في حكاية الفار. والفار ليست فقط تقنية. هي لا تكنولوجيسيون للديموقراسي. يعني هي تصنيح تكنولوجيا التكنولوجيسيون يعني نتاع الديمقراطيه. علاش؟ لانه انت الحكم في لعبه كره القدم يجب يكون عادل، ولكن في لحظه من اللحظات لا تستطيع، لانه اللعبه فيها فراكسيون دو سكوند يكون قرارك خاطئ. تمشي للفار يعني التكنولوجيا في مساعده الديمقراطيه. ما تبين انه الحكم ظلم ما ظلمش الترجي فقط، ظلم الديمقراطيه أيضا. وظلم مبدا التكنولوجيا ظلمها، ظلم الديمقراطيه في احد مبادئها مجسده في اللعبه، هي مساله العداله والمساواه. علاش تنجح مع الاخرين ولا تنجح؟ لحظه، هاني قلت لك مش سهل، ما يلزم تجربه في المساله. هم عندهم تجربه اكثر في الديمقراطيه سيتو في النغمه. دونك احتجاج الناس على مساله الفار هو احتجاج على عدم قدره التصرف الجيد في جعل العلاقه ما بين المساواه، لانه زوز فرق طالبين عداله. نعم. عداله الحكم. نعم. وتبين انه التكنولوجيا اللي من المفترض ان تسعفه، ان تعطي ديمونسيون اخرى لهذه الديمقراطيه. نعم. انه هو تصرف فيها بطريقه سيئه. واضح. وبالتالي هو احتجاج لا فقط على النتيجه، ولكن احتجاج على عدم احترام احدى المثل الكبرى في لعبه كره القدم، هي مساله المساواه، واللي هي مثل ولا احدى المثل الديمقراطيه بامتياز. اذا على غايه من الاهميه يا محمد، تجاوبك على هل يحب الله كره القدم ولا مش؟ اي، هل يحب الله بعد اخبار الثمانيه؟ بعد اخبار يحب الله كره هل يحب الله السينما؟ الله جميل يحب الجمال. دونك يحب لعبه كره القدم جميله ويحب فيلم جميل. وخاصه وقت انا باش نربط معك محمد فيلم، سامحني باردون، تعرف شفته ولا تعرض البارح فيلم بديع بكل المقاييس. نشوفوا مقطع من او التغطيه البارح، ايمان ماجد صغير مشات حضره العرض ايضا، وعادت بهذا، مش تقرير، هو مصافحه ربما سمعيه بصريه او افونجو يشجع الناس انه يمشي ويشوفوا الفيلم. عسلامة. كان في اثنين سيناريو أثناء التصوير. بين رحلة الحياة والموت هناك سيناريو آخر. كان هناك فيلم آخر أثناء تصوير الفيلم. اسمه نجوى سلامي. نجوى أعطتنا درس، أعطت درس للناس كل. أنه رغم الصراع مع المرض و مرة كانت تعمل في الشيميو وتمشي تعمل شيميو وتجي تصور. Je suis très ému, très touché. ريت الروحة متاحة وريت خالتي اللي نعرفها وخالتي المخرجة وخالتي الفنانة. هي الشيف دوركيستر نتاع الممثلين، الشيء اللي طلبته لقاته بيان سور ثم إضافات الممثلين، أما نتفاهموا فيهم، هذاك علاش الشيء هذاك وصل لك اللي كنتي، والحمد لله وصل وإن شاء الله يوصل للناس الكل. نجوى كانت تربكني في مكان العمل. أنظر إليها وأترقبها وكيف تصنع هذا الفيلم وهي مستعجلة أن تنهي، تبحث عن التفاصيل، سعيدة، العزيمة والقوة، تريد أن تترك هذه البصمة، تترك هذه الرسالة، رسالة الحياة. الفيلم بليغ برشا ونتع وقته، تم زوز أنواع نتع سرطان في الفيلم. سرطان حقيقي
وثم سرطان الفساد. يعني كفيلم فيلم جميل جدا إخراجيا، زاد يعطي مساحة لولاد كملوا بعدها، ويظهر لي نتمنى له كل التوفيق. حاجة تونسية مزيانة برشا، خاصة كولابوراسيون مع عابد الفهد اللي لاحظناه زاد يحكي التونسي مع أنه ما قالش برشا كلمات، يعني السيناريو ما كانش مركز عليه برشا أنه يحكي. السيد هذا حلوف وفاهم بين السطور وكذا. لا لا ما قصدش، ما قصدش. لا نعرف شو تقصد. شوف انا فرحان. مهف انت. هو حلوف غير مهف؟ لا حلوف ما شتيمة. شتيمة؟ شتيمة. مهف مهف. مهف ذكي برشا. ذكي برشا. وبرافو عليه انه هو ذكي. وعن خبرته واضحة طبعا من زمان، انا وهو صاحبي قريب لكن انا متابعه من زمان. بس انا عايز اقول حاجة، انا فرحان لنجوى الله يرحمها، لأنها هي عاملة سينما مختلفة عن السينما التونسية وقريبة من السينما العالمية، لكن بالطعم والصبغة والريحة والكل التونسية. مرسي نجوى، انت عطيتني cette chance pour participer à ce très bon film. J'ai adoré participer. نحبك يا سي نجوى والله يرحمك. فيلم مؤثر وقصة مؤثرة في الحقيقة. الله يرحم نجوى سلامة مخرجة الفيلم التي فارقتنا قبل أن ينتهي الفيلم بشهر تقريبا. محمد شفناك في دور مختلف كليا هذه المرة مع عابد فهد، القامة الدرامية السورية المعروفة، بنفس الوزن وبنفس القيمة كان الأداء، هذا رأيي على الأقل. هو نجوى كان أعطتني كادو، معناها هدية، دور هذا دور معقد، معناها كي نخدمه احنا في المسرح يقول لك لا نوتراليتي اللي هي معبيه، معناها ما ثماش حاجه اسمها نوتر. القاضي هذاك اللي هو يحمل قاضي فاسد، خلينا نقول قاضي فاسد، وحب يطلب السماح من 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 الدور المستاري اللي هو باحث في الاثار، دخل حبس 10 سنين، وثم نوعا ما قضيه هكا تشبه الحكايه تاع الاثار في وقت ما، ودخل ظلما وحب يطلب منه سماح، وثم الدوسي نتاع طبيب اللي غلطوا فيه. فالقاضي سمع لي هو مريض قبل، معناه كي واحد الانسان يتفجع من الموت حب يتحاسب مع الناس في الدنيا اللي ظلمهم. في الاخر طلع ماهوش مريض، قال علاش مش انا المريض اللي خرج من الحبس وظلمته، طلع هو المريض، معناها عقاب وفوق عقاب. فثم جدلية، ثم عمق كبير وفلسفة في الفيلم، ثم كتابة محمد علي مكتوب الفيلم بطريقة شاعري وموسيقي في نفس الوقت، وجماليات عالية في الإضاءة. المغراوي نحييه، مدير تصوير محمد مغراوي اللي هو خسارة امبارح ما جاش، يتصل بي قاعد يتهنى على الفيلم، هو في بيروت قاعد يصور، اللي يصور الهيبة محمد مغراوي، فوزي ثابت، معناها الأسامي الكبيرة اللي في الفيلم، التقنيين، الممثلين، الناس اللي عملت ادوار معناها شرفيه والادوار، البنيه اللي في الاخر اللي قريبه المخرج الله يرحمها، اللي هي اعطت رساله، تحس بنيه في العمر هذاك كيما الملائكه قاعده تقول لها بارك الله فيك وميرسي اللي اعطتني الدور هذايا. الفيلم مهم كيما قال المصري، الفيلم عالمي، مش عالمي فيه برشا تكلف، لكن نجم يكون في الامريكا اللاتين كما في تركيا، معناها قصه انسانيه. شكون كنت عابد فهد في اللهجه التونسيه، انت ولا حد اخر؟ لا مش انا، عمل له مجهود مع الاسعد الوسلاتي، مش واصله كما ينبغي، وهو رغم الاول من نص ما عندوش برشا نص، مش خاطر عابد خارج مدمر من الحبس، لكن العائله نتاعو عائله مسيحيه، عائله فيها السوريين معنا موجودين، مرته سوريه، معنا ينجم يكون عنده لكنه مختلفه. انا فرحت اللي تعاملت معه ثاني مره، معناها قبل خدمنا مع بعضنا في هدوء نسبي مع شوقي الماجري المخرج الكبير. انا في الشرق خدمت باللهجه التونسيه، لكن نجم نطعمها شويه بشويه سوري، اللهجه السوريه. نعم السوريه، السوريه مش سوريه، مش شميز. عندك مشروع اخر خساره الوقت لا يوسف، حبيت نحكي قوم صور أنا في جي سي سي. في جي سي سي معناها فرحان نكون منتج افلام قصيره وثائقيه للشباب في مشروع قوم صور.
قم صور بلادك مخزن ثقافي انتجنا مشروعك مشروعي اللي 10 افلام باش يتعداو في ابن رشيق نهار 10 نوفمبر مساعتين في ابن رشيق. الافلام هذيا اصغر مخرج عمره 15 سنه واكبر واحد 25. هنا نحكيوا على المجتمع المدني كجمعيات، في نفس الوقت حلينا ورشات وركشوب ودي ماستر كلاس. شفت صور انا بالتايم لابس وبالدرون وخدمه خدمة يعني. بروفيسيونيل معناها شاب يحلم انه يكون مخرج، انه عنده قصه يحكيها بالكاميرا، يتعدى مع محمد مغراوي وابراهيم الطيف وكريم التكابري ورابعه سيناريست، باش يعملوا ورشه باش يكون تقول له هاو الادوات إجا صور بلادك انقدها، تحبها تخرج شبابه خرجها شبابه كما هي شبابه بلادك، تحب تحكي على معلم انت اثر فيك تكرمه، على المراه اللي تهز الحطب على كريمها الصباح، معناها تصور بلادك وممتو تخلي الطفل هذا عنده امل النهار. هذه نواه نتاع مخرجي الغد، يعني قاعد تشوف في جيل جديد محمد كي تتابع جيل جديد من المخرجين بحساسيه وبجماليات عاليه تضاهي الافلام العالميه، مش عارف توافقني في هذا الراي ولا موجود هذايا. شوف الان فما اهتمام كبير من العائلات التونسيه لابنائها في الاكاديميات بشكل عام، اوديوفيجوال في الاكاديميات، الرسم، السينما، الموسيقى، كره القدم ايضا، يعني مازال يظهر لي كان في السياسه ما فماش اكاديميات يعني لتحضير الزعامات السياسيه، يظهر لي جيل جديد من السياسيين، فبتتر نحتاج كما نحتاج الى جيل جديد من السينمائيين والموسيقيين والرسامين والفنانين بشكل عام، المسرحيين ايضا ومذيعين جدد ايضا ياخذوا المشعل. محمد بايجاز لمشاهدينا الناس اللي يحبوا يعاودوا يشوفوا الفيلم البارح عرض خاص، وقتاش يبدا جراند بريك فيلم سامحني يخرج للعموم في القاعات نهار 28 نوفمبر، وباش تصير له حمله اعلاميه وافيش ومعناها يكون موجود في القاعات التونسيه الكل، وباش ندخلوا به للجهات زاده، وان شاء الله يكون موجود في المهرجانات العالميه. وفيلم مهم يلزم التوانسه يشوفوه، ونجوى سلامة الله يرحمها ونعمها أدت واجبها والقضاء والقدر ذاك هو الله يرحمها، والفنان لا يموت لأنه يترك أثر مثل ما نقول. أما حبيت نختم معك نفس السؤال اللي سألت المحمد، خاصة أنه ثيمة الموت والعدالة الإلهية مطروحة بقوة في الفيلم، هل يحب الله السينما؟ يحب الجمال كما 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 قال الأستاذ، والسينما قمة. شوف أي حاجة أداة معناها كما تخلقت الكتابة على حيوت بالفحم وبعديك ولد جرافيتي، كما هذا هو تخلي تراس. نعم يزمك تخلي تراس دائما، دأب الفنان أن يترك أثرا. نأمل مشاهدينا الأعزاء أننا تركنا أثرا ولو قليلا جميلا ربما لديكم. نوعدكم غدوة نلتقي لنتحدث كرة قدم بأكثر تفاصيل في مقابلة الأهلي والترجي في نهائي في ملعب رادس تحت الترجي، وحظ موفق للترجي. شكرا مشاهدينا، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.